لا مش فوتوغرافي المنظومة الصحية عاش إكراهات خلال السنوات الماضية، تراكمات كبيرة اللي وصلتنا لواحد التشخيص اللي فيه بعض الأرقام مهولة وكتخلع باش يمكننا نرجعوا فيها. خاصنا سنوات ديال الإصلاح. النقص الحاد اللي كاين في الموارد البشرية عنده علاقة مباشرة مع التكوين كذلك. ملي كنقولوا عندنا 34 ألف طبيب ناقص، يعني راه كنربطها مباشرة مع مراكز ديال التكوين، كلية ديال الطب والعدد اللي هي الخريجين. إذا هاد الفلسفة هادي اللي هي معضلة مجتمعية ديال البلاد في إطار ديال واحد الورش ملكي كيتعلق بالحماية الاجتماعية واللي مقرونة مباشرة مع المنظومة الصحية، يمكنش الحكومة التهاون فيه ولو جزء بسيط. ولهذا أنا كطبيب وكأستاذ قريت الطب ودست من هذا السلب كامل اللي دازوا منه دابا الطلبة ديال الطب من التسعينات، وأنا كندير الميديسين وكنشوف راه الحظوظ اللي عندهم اليوم والمؤهلات اللي عندهم باش يمكن يكون التكوين ديالهم أحسن تكوين في العالم، والمنتوج المغربي معروف تيتخاطفوا عليه في العالم. مايمكنش يكون اليوم هذا الشيء موضع مزايدة في إطار ديال الجودة وبغية الذهاب إلى أماكن أخرى. الحماية الاجتماعية دارها صاحب الجلالة المغربي، الحكومة غادي توقف عليها باش تنجح هذا. ما عندناش ما مسموحش لينا اليوم باش نهضروا الزمن ونتأخروا فيه ونبقاو نمشيو في المزايدات مع الطلبة ونكون مغالطات في الساحة. الحكومة تعاملت بمرونة في الحقيقة، لأن من باب ديال العطف ومن باب ديال أنه هاد الطلبة هادو راهما كذلك عنصر في هاد التحول اللي كنعيشوا فيه في المنظومة الصحية، لأنهم غدا اللي غادي يمكن لهم يهزوا هاد العلام ديال التحول الجديد. 34 ألف طبيب اللي خصني نكون اليوم راه خصني ليها بزاف ديال المراكز ديال التكوين، خصني نقلص من عدد السنوات. العالم كله كيشوف بأن التقليص ديال عدد السنوات إلا في بعض البلدان ضئيلة، وحنا كنعرفوا التطورات التكنولوجية اللي اليوم كتمكن لك تخليك ان تقلص من عدد السنوات، والذكاء الاصطناعي اللي داخل بواحد القوه في اطار ديال التكوين الطبي. واش حنايا الدوله غنبقاو نتشاوروا كيفاش نديروا باش يمكننا نكونوا الاطباء والحاجيات ديال المواطن هنا في الساحه؟ اذا علاش كنقول بان الحكومه تعاملت مرونه، واليوم هذيك المرونه وصلت لواحد المستوى اللي ما يمكنش نفوت واحد الخط الاحمر اللي تكون فيه بعض المزايدات اخرى. ولهذا هذه الامور كتتعلق بالسياده ديال الدوله اللي خاص اليوم نقطعوا لها السير ديالها باش نقولوا لهم ها المصلحه ديالكم، ها المصلحه ديال المغربي، ها المصلحه ديال المغربيه، ها فين بغينا نمشيو، ها وليداتنا. ما كنسدوش الباب على الناس اللي بغاو يمشيو على برا، الله يسهل عليهم. ولكن حتى اللي بغى يجي لعندنا خاص يكون عندنا حتى حنايا اغراءات وجاذبيه باش المنظومه ديالنا الصحيه تجيب لنا كذلك حتى حنا اجانب. وهذا هو المضمون من هذا الاصلاح اللي سطر المعالم ديالو صاحب الجلاله، واللي فيه يعني المركز ديال الاهتمام هو الموريد البشري، واللي كتبدا من التكوين ديال الاطباء حتى يتخرجوا ان شاء الله ويكونوا مؤهلين في الميدان ديال الصحه. ولهذا انا اثمن كل ما قاله زميلي، والحكومه اللي اليوم اخذت اجراءات حازمه باش ما يمكنش نزيدوا مازال نتزايدوا في هذه المساله ديال 6 سنين و7 سنين، واللي حسمنا فيها الامر هذا في 2022. أمين. واللي عامين هذه، واليوم الفوج الاول دخل في هذه السنه هذه في اطار هذا يعني النظام الجديد، فما يمكنش يكون اليوم هذه المساله على الطاوله ديال الحوار ونتزايدوا فيها ولا نرجعوا فيها مارشاريال. ما يمكنش. انا قل لي شنو خاص هاد الناس باش يكونوا اطباء مزيانين، قل لي شنو هما التجهيزات اللي خصنا نديرو باش نكونوهم مزيانين، قلنا شنو خصنا يمكن ناهلوهم يمكن نخلصوهم مزيان يمكن، هادشي كله متفقين معاه. ولكن باش شي واحد يقول لك هادشي اللي بغات الدوله ما يمكنناش نديروه، نهار مشيتي دير الطب اختاريتي دير داك الطب بهاد الشروط، مرحبا على راسي وعيني، ولكن المنتوج خصو يكون منتوج ذات جوده. راه شتي اليوم فرنسا، استراليا، المانيا، كلشي باغي الموارد البشريه في العالم كيتخاطفوا عليها، لان كاينه ازمه حقيقيه عالميه. ولكن حنا شنو الدور ديالنا كدوله كحكومه كوزراء؟ وخصني نحمي المواطن المغربي، ماغاش نكون انا باش نصيفط على برا، كنكون باش خصني المواطن المغربي يتعالج هنا. حنا كهاد المنظومه الصحيه وهاد المجموعات الصحيه الترابيه وهاد النظام الجديد وهاد الحكمه الجديده
يعني هادشي كله راه خصو مؤهلات. والوظيفه الصحيه اللي فيها واحد الجاذبيه واحد فيها واحد التحفيزات جد مهمه لهاد الناس هادو، فبالتالي مايمكنش نجيو نقولوا ما نشوفوش هاد الامتيازات اللي كاينه. انا كنامن بان كل الحلول اللي جابت اليوم هاد الاصلاح الملكي هاد الورش الملكي الاصلاح اللي مكبع عليه اليوم الحكومه بجديه هو الطريق الافضل والامثل لتجويد المنظومه الصحيه، وحنا غاديين في الطريق الصحيح. ولهذا ما نطيلش عليكم لان يمكن عندكم بعض الاسئله وممكن نتجاوبوا معكم ونتفاعلوا معكم، فكنقتصر على هذا الكلام هذا وكنعطيكم الكلمه. شكرا.